بالنسبة لتعليقاتكم اليوم، إذا عندكم شخص صعب حواليكم شو بتعملوا؟ شهرزاد عم بتقول بحاول إني ضل ساكتة وبسمع له وبسيره بس على كيفي، أنا ما بكل شيء يعني بسيره على كيفي مش بكل شيء بسيره، أوقات بتجنب الاحتكاك معه بيكون أحسن شيء. السجود عم بتقول في عادة ما في عادي ما بحبها، بس شوف حدا أنا معصب بصير بجادله وبناقشه وما بتركه بحاله، هو بيحكي وأنا بجاوب، بتعملي عكس شهرزاد يعني. صوفيا عم بتقول انه معك حق، ما بالطيب بقصة الطيب صح، وانا بحب ابعد عن العصبي وصلي له من كل قلبي. وريماز عم بتقول انه عادة الاشخاص اللي بيكونوا صعبين ما بنتركهم، المفروض نفرجيهم الشيء الايجابي منا لحتى يتعلموا التصرفات الحلوة، لانه في اشخاص اذا كانت حسرت الخلق مهما كانت عصبية انت رايقة حيتركوا لهم. شو حيصير؟ حيتركوا لهم عقلاتهم ويشوفوك بتصرفاتك ورح يتعلموا منك. برافو عليك، يعني الجانب الإيجابي بتخليه يتعلم منه هالشخص العصبي أو هالشخص الصعب ليتحسن. رح ننتقل لعند الشيف سليمان ورشة ملح. غدا بتجوا لعندي بتروقوا أعصابكم وبتروقوا كل شيء، عنا لحمة، عنا سمك، عنا قريديس، والشي الحلو اليوم إنه عنا هيدا القرنبيط بهاللون الجميل جدا، هيدا النكهه هي ذاتها والقيمه الغذائيه هي ذاتها، ولكن لونه مختلف شوي صغيره. عندي مي عم تغلي فيها شويه ملح، بسقط حبوب القرنبيط، فيني سميها قرنبيط فيني سميها بروكولي مثل ما انا بدي. هلا بالفتره اللي كنا حاطين فيها الملح والبهار على اللحمه حطيت لهم شويه زيت، عم حمي طواية معينه مضلعه من الا جريدد تعطي شكل على قطعة اللحمة، وأنا بتمنى عليكم الكل يجيبوها، منا كتير صعبة ومنا كتير غالية، عاملة مثل تضليعات بقلب المقلاية بتعطيني شكل جميل لقطعة اللحمة، ما بتأثر على نوعية الشوي ولا بتأثر على نوعية اللحمة، ولكن بتعطيني شيب، بتعطيني شكل بشهي شوي صغيرة. وبنفس الوقت قدامها في عندي طواية تانية، مقلاية تانية كمان عم حميها مطلية، وعندي هون قطع فيليه السمك اللي سحبتهم أنا وياكم، بدي احط لهم شوية ملح مطحون، ملح صخري، احط لهم شوية بهار. إذا ملاحظين بمجمل حلقاتي وأطباقي ما بشدد كتير على التتبيلات، لأنه أنا بركز على شغلة أساسية بالتركيبة الطبيعية، يعني هيدي السمكة هي ونية في إلها نكهة كتير طيبة، بتركيبتها الطبيعية في إلها طعمة كتير طيبة، هاي الطعمة أنا بدي شوف كيف بدي أرفعها، أعطيها شوية فوليوم، عليها شوي، اعطيها شويه نكهه زياده، بغض النظر قديش ممكن ضيف اضافات وتصير هيدي السمكه لها طعمات معينه. انا ما هدفي السمك يصير له عده انواع او عده طعمات، عندي هدف واحد، اكل طعمه السمك مع شويه ملح وشويه بهار. حطيت لها شويه زيت زيتون، رح احضر لها صور كريم بعد شوي انا وياكم، وتدريجيا منطبق. حتى هون كمان المقلايه تبع اللحمه بدا بعد شي دقيقتين، إذا ملاحظين كل مرة لما بدي أحط قطعة لحمة أو دجاج أو سمك بحيلا جريل أو حيلا سب أو حيلا فرن لازم تكون حامية، ولازم أسمع هيدا الصوت تبع الشوي، لأن إذا بحطها على شي بارد المي الطبيعية الموجودة بقلبها بتطلع لبرا، وهيدا الشي بيولد نكهة زنخة وأساوي بقلب الشغل اللي أنا عم ستويها. بترك السمكات حتى التكبيس بضغط ممنوع، ممكن تسوي وضعي بهالشكل الصغير هيدا. هلا رح نجيب ملقط للحمة، في عندي الرز اللي طبخته أنا وياكم، هيدا الرز تبع رز السوشي، انعمل ستيم، رجعت حطيت له الريدوير اللي هو الخل مع ملح الأوجينو موتو مع السكر، صار عندي هيدا الرز، رح أتركه يفطر شوي صغيرة وبنبت لحاله. عبارة بنبت شغلة معروفة وقديمة عنا ببيوتنا، بنبت يعني بتكون حبة الرز عم تشرب ميتها على مهلها. حمي عندي الجريدد، هي قوطة فيليه. هلا ما بيكفي انه ستوي اللحمة بس على هيدي المقلاية، لأنه اللحمة بحاجة لدرجة حرارة كتير عالية لتستوي، وهيدي الحرارة ما فيني ولدها بطواية مفتوحة، مفروض فيي تحطها بصينية وفوتها على الفرن شوي صغيرة. هلا
إذا بتحبوا نحكي شوي صغيرة أنا وياكم عن درجات استواء اللحمة. هون قلبت قطع السمك، شايفين قديش لونهم حلو، كيف شكلهم بشهي. رح انطلق من اللحمة لعلى السمك لقلكم إنه السمك سوفت، شيء كتير طري، بس بحاجة ل 70 درجة مئوية. يعني هيدي السمكة 4 دقايق، دقيقتين من كل ميل كافية إنه تستوي ليها، وخاصة إنه مسحب منها العظام. يعني هيدا سمك مسحب بلا عظم. قطع الفيليه، أوه لاحظين الشكل الحلو اللي أخدته. كمان حوالي لدقيقة من كل ميلة كافية تخلي قطعة اللحمة تاخد هيدا الشكل، ولكن ضمنيا ما استوت. تيجوا معي شوي صغيرة، عندي البلندر هون حطيت فيها اللقطين اللي صوتها أقوى من صوتي. حطيت فيها اللقطينات اللي كنت حطيت لهم مرقة، يعني مية اللحمة، حطيت لهم شوية كريمة طازة وشوية بهار أبيض فقط لا غير. البامكن اللقطين أول شيء غني بالنشويات، نشويات وكمان نكهتها كتير طيبة، وفيه بعض السكريات. نحن ضفنا له شوية كريمة مع المرقة، بتعطيني كل هالميلونج بيعطيني طعمة طيبة. إذا بدي حاوله على الطريقة الشرقية ممكن حط له شوية توم وكزبرة، شوفوا قد ايه بسيطة، كريمة أو حليب مع البامكن مع المرقة مع شوية توم وكزبرة، بيطلع عندي شوربة كتير طيبة. هلا كمان تاني ميل من اللحمة برميها، بحطها شوي على جنابها. ما في شك إنه رح أجي أفوتهم على الفرن، لأنه المقلاية هون ما بتعطيني استواء كامل. هول قطع فيليه السمك رح شيلهم، بعد عندي وفد تاني رح حطه. هلا باخر فقره انا وياكم مشاهدينا رح طبق انا وياكم. هل عنا روايح حلوه كتير بالاستديو من ورا السمك المشوي واللحم المشويه. كمان بنطر المقلايه لترجع تحمى شوي صغيره وتعطيني هيدا الصدر الرائع. البامكن استوى، صار فيني شيل كمان القرنبيطات. هيدا الشوفلور اللي لونه حلو كتير بيغمق معي شوي صغيرة على النار. اليوم راح تشوفوا الألوان الرائعة عند القرنبيط بهيدا اللون، وعند البامكن بلون كمان كتير حلو، لون برتقالي مع هيدا اللون الجميل. عندي هون حبوب فطر مع بصل كمان عملتهم شوي بواليه، وعندي هون البامكن. بس خليني انبسط فيهم، رح اقربهم على بعضهم. عندي بامكن مع هيدي الخضره مع الفطر والبصل مع هالشوفلور الحلو مع قطع اللحمه مع كتير هيربس على الوجه، بيعطوني طبق صحي نكهته طيبه وشكله جميل. شكرا لكم، الف صحه، وبنرجع انا وياكم بعد البريك. رح نتابع بعد لحظات مع ثانية. خلينا نحكي، خليكن معنا.